هذه المبادرة اللي تشجع الشراكة المجتمعية وتشجع على قيمة العطاء والخير في مجتمع دولة الإمارات. سعيدة أني أنا شفت متطوعين من مختلف الجنسيات، من مختلف الأعمار. هذه المبادرة الجميلة في عام زايد الخير، زايد العطاء، ترسخ قيمة العطاء والخير في دولة الإمارات. المبادرة التطوع أيضاً بمساعدة الآخرين أكيد تعود أيضاً بالفائدة على الإنسان وتزيد من سعادته لما يكون هو سبب في سعادة الآخرين. أشكر شباب هيئة تنمية المجتمع على تنظيمهم لهذه المبادرة وعلى كل الداعمين لهذه المبادرة، وأشكر أيضاً سعادة أحمد جلفار على دعمه للشباب اللي هي هيئة تنمية المجتمع في تنظيمهم لهذه المبادرة.